السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرحبا في درس جديد خاص بمايكروسوفت تيم. النهاردة هنبدأ نتعلم من الداخل مايكروسوفت تيم عبارة عن إيه بالظبط. الأول بعرفكم بنفسي، أنا اسمي أحمد إكرام، أي تي أدمنستريتور مدرسة لافندا. الدرس اللي احنا هنبدأ فيه هعرض الأجندة بتاعته، بس قبل ما أعرض الأجندة وقبل ما نتكلم في الدرس بتاعنا محتاج ان انا اوضح كام نقطة مهمين جدا. هو ليه احنا انتقلنا من موبايل ابليكيشن اللي كنا بنستخدمه في الفترة اللي فاتت الى مايكروسوفت تيم؟ مايكروسوفت تيم هو اعلى ليفل واعلى سقف موجود في الاي ليرنينج في العالم، فيعني مشكورا ادارتنا، ادارة مدرسة لافندا، ان هي قدرت ان هي توفر لنا التولز ديت، ان هي فعلا 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 في منتهى الاهمية، ولنا الأسبقية في إن إحنا نقدر إن إحنا نشتغل على البرنامج ده، واشتغلنا عليه في السمر كورس، وتفاعل الولاد عليه، ومقارنة مع زوم ومع بقية البرامج التانية، هي البرامج التانية فور فري، بقية الأماكن التانية بتقدر إن هي تجيب البرامج ديت وتشتغلوا عليها، لأنها يعني للأسف عشان هي فور فري. بس يعني مشكورا لإدارتنا إن هي قدرت إن هي فعلا توفر لنا البرنامج ده، وإن إحنا نقدر نشتغل عليه ونقدم التعليم بتاعنا من خلاله في حالة لا قدر الله حصل أي تحت أي ظرف من الظروف، موضوع فيروس كورونا أو ما شابه، فالطالب مش هيقدر يتأثر بالكلام ده كله، الدروس بتاعته تفضل شغالة زي ما هي من خلال برنامج مايكروسوفت تيم طبقا للجداول المحطوطة والتايم اللي احنا ماشيين عليه. الحاجة التانية اللي انا عايز اقولها، لو انا بستخدم الابليكيشن من خلال الويب، فانا هتبقى افضل وسيلة لو بستخدمه من خلال جهاز كمبيوتر او بي سي زائد الديسكتوب ابلكيشن. يعني انا ممكن انزل ديسكتوب ابلكيشن واعمل له انستول واحطه على سواء البي سي او اللابتوب واشتغل من خلاله. كمان انا ممكن اقدر انا استخدمه من الثلاث حاجات التانيين اللي هما سواء بقى الويندوز فون، التليفونات اللي عليها ويندوز فون، او التليفونات اللي عليها اندرويد، او التليفونات اللي عليها اللي هي اساسا ايفون اللي هي الاي او اس. البرنامج عندنا بيسبورت الكلام ده كله. خلاص، احنا كنا شرحنا في فيديو سابق قبل كده عملية ازاي ان انا استلم البيانات وابتدي ان انا افعل الاكونت بتاعي، بلس ان انا استخدمه من كل الاوبريتنج سيستم اللي احنا لسه ذاكرينها من شوية. طيب لو انا بستخدمه يعني من خلال الويب براوزر، لو انا بستخدم مايكروسوفت ايدج يا ريت ما يكونش اقل من 12 فيما فوق، لو كروم ما يقلش عن الفيرجن اللي قدامنا 51 او اعلى حاجه. طبعا طبعا احنا دلوقتي احنا وصلنا في كروم لفيرجن عالي جدا، بنتكلم في حاجه و80 تقريبا. فايرفوكس برضو نفس الموضوع. سفاري يفضل في البراوزر ده كله ان انا استخدم جوجل كروم، يعني انزل اخر فيرجن لجوجل كروم واستخدمه. تمام، لو انا بستخدم عايز استخدم الديسكتوب ابلكيشن اعمل له انستول واستخدمه، فالويندوز بتاعي ما يقلش عن ويندوز 7 فيما فوق، ويندوز 7، ويندوز 8.1، ويندوز 10، مش هتفرق، المهم ان هو ما يقلش عن ويندوز 7. تمام، طيب والماك نفس الموضوع، الفيرجن ده ما يقلش عن. اما بخصوص الموبايلات، طبعا الموبايلات بتاعتنا حديثه، فكل ده الفيرجن يعني قديم شويه، ده اقل حاجه ممكن يشتغل على البرنامج. طبعا كل موبايلاتنا الموبايلات دلوقتي حديثه، فالاوبريتنج سيستم اللي عليه حديث، فالحمد لله يعني النقطة دي تخطنا. تمام، طيب الأجندة بتاعتنا فيها ايه النهاردة؟ فيها ازاي ان انا اعمل تشاتنج مع التيتشر، وازاي ان انا او طالب زيي. تمام، يعني انا لو طالب وفي طالب زيي محتاج ان انا اخد منه ملفات، يعني ابعت له ملفات خاصه بالدروس بتاعتنا جوه المدرسه في مايكروسوفت تيم، اقدر من خلال الشاتنج ان انا اقدر ان انا اعمل التبادل ده، الشير للمعلومات او شير للملفات. تمام،
كذلك التيتشر نفس الموضوع. طيب الهوم وورك دي رقم 2 في الاجنده بتاعتنا، والبلاتفورم بتاع تيمز اللي احنا عملناها على الدومين بتاعنا جوه تيم، وازاي ان انا اعمل جوين لميتنج اوريدي معمول. تيتشر عمل ميتنج في توقيت معين، ازاي ان انا اعمل جوين وابتدي ان انا ادخل مع الدرس، ايه الحاجات اللي مطلوبة مني لما ادخل مع الدرس، ان انا الالتزامات اللي انا اعملها كطالب، وفي نفس الوقت ايه الخطوات اللي انا اعملها، الستبس اللي انا امشي عليها عشان ادخل داخل الدرس ده. طيب اخر حاجة ازاي ان احنا هنعرف بعض الدخول على البرامج الموجودة عندنا اللي هي بتسبورت كل البرامج اللي بتسبورت مايكروسوفت تيم، ازاي ان انا اقدر استخدم البرامج ديت جوه مايكروسوفت تيم، وبالاخص مايكروسوفت وان درايف. البرنامج ده في منتهى الاهميه، ده الاستورج بتاعتي على ال اكونت بتاعي، كذلك الوورد والبرزنتيشن، ازاي ان انا اعمل الشغل بتاعي وابعته لو طلب مني حاجه وورد حاجه برزنتيشن. في بعض المراحل الكبيرة التيتشر بيطلبوا منهم يعملوا برزنتيشن، ازاي يعملوا الكلام ده كله. هنبتدي ان احنا ننتقل الى ازاي ان احنا نعمل الكلام ده بايدينا. هبدأ ان انا اكتب في افتح البراوزر عندي جوجل كروم لو انا بشتغل من جهاز كمبيوتر، هكتب مايكرو سوفت مش تيم، مايكروسوفت اونلاين، تمام اونلاين، واقول له انتر. هيبتدي يقول لي اوفيس 365 لوجن، اقول له اه تمام. بعد كده هقول له ساين ان، عايز اعمل ساين ان للاكونت بتاعي. هقول له الاكونت بتاعي 6682، ده اكونت طالب عندنا. طبعا لما قلت له اليوزر قال لي الاكونت ده مش عندنا، انت مش معرفه، فلازم اقول له الاكونت بالكامل هيت لافاندا دوت اي دي يو دوت جي، لازم اكتب الاكونت بالكامل تمام، واقول له نيكست، واقول له الباسورد بتاعتي، وابتدي اعمل لوجن. هيفتح معايا الميل عادي. لما هاجي فوق هنا عندي اوفيس 365 في علامة الاوبشن، يعني لما ادوس عليها هيقول لي الابات اللي عندك او الابس اللي عندك، وان درايف، اوتلوك، وورد، اكسل، الوان نوت، والباوربوينت، وتيم. طيب هدخل على تيم. مجرد ما ادخل على مايكروسوفت تيم هيظهر لي الفصل اللي انا اوريدي فيه. طبعا اول ما فتح وكنا شرحنا الكلام ده كله في درس سابق، هيسالني هيقول لي انت عايز تنزل الابلكيشن ولا استخدمه از براوزر، هقول له لا استخدمه لي، انا عايز استخدمه فوق البراوزر هنا، مش عايز افتحه يعني في الابلكيشن. لما افتحه الاقي نفسي جوين اوريدي لفصل اسمه G4A، اللي هو الفصل اللي فعلا اللي انا موجود فيه في المدرسة، ده اكونت طالب فعلا يا جماعة اللي انا بشتغل بيه. طيب الفصل ده من المفترض مش انت اللي تعمل جوين ليه، او حد من المدرسين يعمل لك جوين، لا هو ادارة المدرسة هي هتعمل جوين. في حالة ان الفصل ما نزلش يعني اوتوماتيك جوه التيم عندك، هتكلم اداره المدرسه سواء العلاقات العامه او سواء الاي تي على طول، وتقول لهم انا عندي مشكله ان الفصل ده مش ظاهر، و يعني يظهروا لي تمام. هبتدي ان انا افتح الايكون بتاعتي، هلاقي كل التقسيمه بتاعت المواد عندي، اذا كانت الجنرال ده خاص بالتفاعل بشكل عام على الفصل تمام. اما لو عايز ادخل مادة بعينها زي العربي، هبتدي ان انا افتح العربي وابتدي ان انا اشوف
الملفات اللي موجودة، كذلك بقية المواد انجليش مثلا نفس الموضوع. كل التشانل اللي موجودة ديت فوق هنا، يعني لما بفتح العربي بفتح الانجليش بفتح الماس، فوق هنا عندي في حاجة اسمها فايلز، فوق عندي هنا حاجة اسمها فايلز. الفايلز ديت هي فيها كل الفايلات اللي احنا بنستخدمها بشكل يومي، سواء بقى فيديوز، سواء بي دي اف، سواء ملف وورد، كل الحاجات الداعمة للدرس هلاقيها هنا. تمام، يعني على سبيل المثال مثلا لو دخلنا على الانجليش ودوسنا فايلز، هلاقي عندي انجليش كلاس وورك موديل انسر وانجليش هوم وورك موديل انسر. تمام، لو دخلنا على العربي هلاقي فوق عندي فايلز هنا، هلاقي الحصه الواجب، صور داعمه للدرس، التيتشر هيقول لهم طبعا عليها، هيقول لهم لا انا رفعت لكم النهارده حاجه، وكل ده على البوستس اللي موجوده هنا، يعني البند اللي اسمه بوستس لما ادخل عليها هلاقي كل التفاعلات زي ما مستر محمود مثلا كاتب هنا. الحاجة التانية، لو انا عايز اخرج من التيم خالص من هنا اعمل باك، تمام، هلاقي الايكون اللي هنا، يعني مثلا ضاغط مثلا على شات مثلا وعايز ادخل على تيم، فانا لازم ادخل على الايكون اللي اسمها الاول تيم وبعد كده اضغط على تيم، فانا كده جوه المحتوى الخاص بالفصل بتاعي. طيب لو عايز اعمل تشاتنج مع حد هدوس على الشات وابتدي ان انا افتح الشات مثلا، يعني اقول له مثلا نيو واكتب مثلا اسم الطالب مثلا على سبيل المثال هيرسلنا انا مثلا، تمام، واقول له اي حاجه ابعتها لي، يعني مثلا مساء الخير مثلا، ويبتدي لو في داتا عايز يبعتها، داتا عايز ياخدها من حد كطلبه، تمام، ده نوع من انواع التفاعل. تمام، طبعا انا بعت حاجه لنفسي عشان انا فاتح 2 اكونت، ف يعني من الاكونت بتاع ياسين، فدي كلها ايه الميزه في الابليكيشن، لو انا بستخدمه من الموبايل فهو هيطلع لي المسج اللي انا بعتها في نفس الوقت، زي فكره الواتساب كده بالظبط. الحاجة الأخيرة، لو محتاج أبعت حاجة طبعا هعمل سيلكت عليها من هنا، أقول له أتاش، أتاش إيه؟ أتاش أبلود فروم ماي كمبيوتر ولا ون درايف. أنا طبعا فتحت أبلود ماي كمبيوتر، لأن أنا فاتح الأكونت أوريدي من الكمبيوتر عندي، وأبتدي إن أنا أسيلكت الفايل اللي أنا عايز أبعته. تمام، ايا كان الفايل اشاور عليه واقول له اوبن، وهيبتدي ان هو ايه يحصل له عمليه ابلود ويترفع على الشات اللي ما بيني وما بين الطالب اللي انا بكلمه. تمام، كذلك التيتشر، يعني ايا كان بقى تيتشر طالب، المحتوى ده هيقدر ان هو يساعدنا في ان احنا نقدر ان احنا نوصل للمعلومات بتاعتنا بسهوله، وان احنا نقدر نذاكر بشكل سليم. تمام، طيب هقول له من هنا، ادوس على السهم اللي هنا اللي هو بما يساوي عندنا الانتر يعني او سند، تمام، فيبتدي ان هو يبعت. طبعا انا مش هبعت لان دي كل ديت تجارب عشان بس بنتعلم. لو دوسنا تاني على سيلكت وقلت له وان درايف، فهو هيفتح لي بقى الابلكيشن اللي عندي بتاع الوان درايف بتاعي، بتاع الاكونت بتاعي اوريدي، اللي هو الايكون بتاعته زيه زي تيم. لما بضغط هنا زي ما قلت لكم، بيظهر الوان درايف، هي بس عشان الانترنت اللي انا بشتغل منه دلوقتي او ظهر اهو معايا. تمام، لو دخلت على الوان درايف، ولسه احنا هندخل عليه في المرحله اللي جايه دلوقتي، هبتدي ازاي نعرف ازاي ان انا اعمل ابلود او ان انا اعمل اكريت فولدر او اكريت فايل واكتبه على
الوورد فعلا اللي موجود او ايا كان بقى البرزنتيشن او الاكسل وات ايفر، يعني بتشتغلوا على ايه بالظبط. تمام، طيب هسلكت عليه من وان درايف وابتدي ان انا اشاور عليه وافتحه وايه واقول له شير. شير معناه ان انا بشيره مع احمد مثلا. خلاص، طيب ده كده موضوع الشات. تمام، برضو في بند اسمه فايلز، ممكن برضو ايه ان انا ابتدي ان انا اقول له شير. هي نفس الفكره برضو يعني، هي بس هي الفكره بقى في الموضوع ده ان كل حاجه مقسمه فوق، بحيث لما اجي ارجع للهيستوري اللي ما بيني وما بين احمد فانا هرجع للفايلز على طول، مش هرجع للشات بقى وابتدي ان انا ايه لو الكلام كتير هبتدي الاقي الفايل في وسط الكلام، فلا هرجع للفايلز على طول ولا ايه. تمام، طيب هرجع تاني للتيم عشان اشرح نقطة لو حد عامل ميت او ميتنج، فازاي ان انا يعني اشتغل ان انا اجوين عليه. تمام، الميت عامة لما هيتعمل او الميتنج هيتعمل جوه الشانل بتاعت المادة. يعني مثلا العربي عندهم ميتنج وهيعملوا ميتنج، فهو هيعمل ميت من هنا. تمام، هتظهر الايقونه بتاعت جوين في الجزء اللي هنا، يبقى لما ادخل على الشانل بتاعت العربي في التوقيت المتفق عليه هلاقي كلمه جوين هنا اهو، هضغط عليه. تمام، يبقى انا مش محتاج ان انا يعني اخش على الجنرال ما لقيتهاش يبقى خلاص، لا ادخل على الماده بتاعتي. التيتشر عارفين كده كويس ان هم هيعملوا الميتنج بتاعهم جوه التشانل بتاعتهم، مش هيعملوه على الجنرال. تمام، فاكون بس عارف النقطه ديت وفاهمها كويس عشان ما يحصلش عدم فهم النقطه ديت. النقطه دي مهمه جدا. عندي سيشن مثلا في للانجليش، فهضغط على الانجليش هلاقي هنا الايقونه بتاعت جوين بتاعت الميتنج الساعة كام والتفاصيل بتاعته ايه، وجنبيك ايقونة كده بالازرق اسمها جوين، هدوس عليها ادخل جوه الميتنج. تمام، احنا دلوقتي هندخل وهنعمل هنطبق الكلام ده عملي، بس مش عايز اطبقه عند ياسين دلوقتي لان هو الشغل فيه حي دلوقتي، فمش هينفع ان انا يعني اعمل اي اكشن عشان الناس دلوقتي على الفصل ده. لو حصل اي اكشن ممكن يعملوا جوين ويدخلوا معايا، فاحنا كل اللي بنعمله احنا غرضنا ان احنا نتعلم. فانا هدخل بالاكاونت بتاعي دلوقتي. تمام، واوريكم ازاي ان احنا نعمل النقطه دي. طبعا اول ما دخلت الفصل الافتراضي اللي احنا شغالين ده عليه بنتعلم عليه اللي هو اسمه تيست فور تيست، فدخلت في ماده مثلا زي الانجليش، لقيت في توقيت زي دلوقتي لقيت اني عندي ميتنج مع ميس نريمان حامد شوي، واقول له شغل الكاميرا او شغل لا او افصل الكاميرا، بس استحسن نلتزم ان احنا نقفل الكاميرا. وبعد كده هقول له جوين، هيبتدي ان هو يجوين معايا موضوع الميتنج وادخل داخل المحاضرة. هنتظر لحد ما الميتنج يعمل لودينج. الو ميس نريمان، مستر احمد، اهلا وسهلا ميس. عايز اعرف منك يا ميس، في حاله لو انا كطالب دخلت معاكي دلوقتي الميتنج، ايه المطلوب مني؟ يعني ايه الالتزامات اللي انا المفروض ان انا التزم بيها داخل المحاضره؟ تمام، اول حاجه لازم المايك بتاعك يبقى ميوت. تمام، تمام، لو الانستراكتور او المستر بتاعك او الميس طلب ان انت تفتح المايك بتعمل ان ميوت ليك. تمام، ده بيكون على يعني بيكون على الجنب اليمين. تمام، تمام، بيظهر المايك وكل كل الممبرز اللي معاك في الميتنج. تمام، ده بالنسبه لو انت عايز تقفل الصوت بالنسبه لك ان انت ما تبقاش حد سامع صوتك
وانت بتتكلم، يعني تمام تعمل نفسك ميوت. تمام اوكي، اوكي وما تمام تعملش الكاميرا اون. تمام من هنا اعمل ميوت. تمام، تمام من هنا هتعمل تمام نفس الكلام الكاميرا. تمام الكاميرا تعمل اعمل لها ديسيبل نهائي، ما ينفعش انا شغالها اثناء المحاضرة. احنا بنشاهد الميس معانا او المستر او الشغل الديسكتوب او البرزنتيشن اللي هو مشغله، صح كده يا ميس؟ تمام بالظبط كده. تمام طيب لا آه، لان هو اتفضل. الكاميرا وقت طبعا، وبيعمل بيتقل البرنامج معاك، فمش هتعرف يعني تستقبل كل المعلومات اللي ظهرت لك. طب في حالة لو أنا عايز أسأل سؤال والطلبة كلهم موجودين، يعني أنا طالب وفي 20 طالب موجودين جوه السيشن، تمام؟ أنا المفروض أعمل إيه عشان أقدر إن أنا يعني أقدر إن أنا أرفع إيدي أو كده؟ في عندك في من جنب القائمة بتاعة الأسماء، تمام، في 3 نقط كده دوس عليها يظهر لك raise hand. تمام بالظبط تمام، في كده، الحالة أنا دي بشاور عليه. تمام بتدوس عليها، المستر بيشوف ان انت رافع ايدك، فبيسمح لك ان انت تتكلم، فبتعمل unmute وتسأل السؤال اللي انت عايزه. تمام تمام طيب في حالة لو هعرض حاجة من عندي، يعني حضرتك عايز تعرضي مثلا برزنتيشن أنا عامله أو حاجة زي كده، إيه المطلوب مني؟ هو في حالتين، ان انت ممكن مثلا تفتح الكاميرا وممكن يظهر عندك البرزنتيشن اللي انت عامله، تمام او تبعته برايفت. دي الوحيدة اللي انت تقدر تعملها. تمام اوكي موضوع الاساينمنت ايه المطلوب مني في الحالة ديت؟ الاسايمنت التيتشر بيعمله في حاجة اسمها ديو ديت. الديو ديت ده الوقت اللي انت المفروض تسلم فيه، تمام وده اخر ميعاد. تمام، تمام وانس ان هو مكتوب لك في ميعاد محدد، ان انت مش يعني بعده، مش يعني مثلا النهارده الساعه 10 بالليل ده اخر ميعاد للتسليم. تمام، بعد الساعه 10 مش هتلاقي الاسايمنت موجود. يبقى احنا نلتزم الميعاد اللي المدرسين حاطينه بخصوص الواجبات بتاعتنا، صح كده؟ في حاجه اسمها الديو ديت. تمام في حالة لو احنا شغالين على الميتنج لازم كلنا نبقى قافلين الكاميرات، تمام؟ والتيتشر بس هو اللي معاه السكرين وبيشتغل بيه، صح كده يا ميس؟ بيعمل حاجة اسمها شير سكرين، ده بيشرح لك بيها كل حاجة انت بتظهر قدامك على الشاشة كأنك قاعد معاه بالظبط. تمام فانت مش هتبقى محتاج ان ما تبقاش الصورة مش واصلة لك واضحة، لا هو بتظهر عنده شاشة الكمبيوتر عندك زي ما هو كأنه فاتح معاك. تمام اوكي في اي حاجة ممكن حضرتك توضحيها بخصوص الميتينج، اي ملاحظات اي حاجة ممكن هي تفيد الطالب، ولا دي كل المعلومات اللي ممكن نلتزم بيها داخل المحاضرة بس والستبس اللي انا شرحتها المعلقة؟ ايه اتفضل حاجة معينة حاجة معينة؟ في لا أي استفسار؟ لا لا مش حاجة معينة، يعني ده سؤال عام يعني. تمام، هو بس المشكلة لو الكاميرات اتفتحت كتير ده بيتقل الجهاز عند كل، يعني بيتقل الابليكيشن نفسه. تمام تمام فالمفضل ان هي الكاميرا ما تبقاش مفتوحة لوقت اطول، يعني ده بيبقى سيف للتايم بتاع الكونكشن عند الابليكيشن الطالب. بتاعك. ولو انت بالظبط عشان ما يحملش على العدد اللي موجود فتح البرنامج في نفس الوقت. تمام اوكي تمام تمام، اشكرك جدا يا مس نريمان، وان شاء الله بالتوفيق لجميع الطلبه باذن الله. تمام العفو. في اي استفسار تاني؟ لا لا خالص يا فندم، خالص اشكرك. تمام. ماشي يا فندم، مع السلامه. طبعا احنا عرفنا في الفترة اللي فاتت او في الجزء اللي فات ده ازاي ان انا اجوين مع التيتشر وازاي ان انا استخدم الابليكيشن. طيب في الحالة لو في كويزز ازاي ان انا اقدر احله وان انا ادخل عليه ازاي؟ لو يكون مثلا ان انا مادة الماس مثلا هدخل عليها هلاقي الكويز اللي معمول من ميس ريهام هلاقي ان هو لسه مفتوح معايا، فهبتدي ان انا اقول له افتح لينك، هو هيدخلني على سايت
اخر مختلف تماما عن مايكروسوفت. السايت ده اسمه كويزز، خاص بالامتحانات اللي فيها نوع من انواع التفاعل. تمام، هيفتح معايا، هنتظر طبعا لحد ما يفتح الاكزام بتاعي. اول ما فتحت الاكزام بتاعي هيسالني، يقول لي انت النيم بتاعك ايه واعمل ستارت. مش هيسالني يا جماعه على اني اكريت اكاونت، هو مش هيسالني انا كريت اكاونت، هو اوريدي هو لينك مفتوح معايا، هيسالني عن نيم وستارت ويدخل معايا يشتغل الاكزام بتاعي عادي. طيب انا اكتب ايه في اليور نيم، يعني الانتر نيم ده اكتب ايه؟ طب النيم ده هكتب فيه ايه؟ هكتب رقم الميل بتاعي اللي هو مثلا 6682، يعني ده الاكونت بتاعي اللي انا داخل بيه 6682. ف كل الاكونتات عندنا معموله برقم ات لافندا دوت ايديو دوت اي جي، طبعا انتوا عارفين حاجه زي كده. فانا هكتب ايه؟ هكتب 6682 داش داش اسم الطالب ايه؟ ياسين محمد. تمام، وابتدي اقول له ستارت، يفتح معايا. يبقى انا لما اجي اكتب الرقم بتاعي داش النيم بتاعي، خلاص ابتدي احل بقى الامتحان. اقول له ستارت جي، انا هجاوب، او يعني هجاوب يعني اجابات عشوائيه كده. يعني طبعا انا مش يعني مش مهمتي دلوقتي ان انا احل الامتحان، خلاص. طبعا نتيجة الامتحان بتظهر سؤال بسؤال، ودي حاجة يعني ممتازة جدا في موقع زي كويزيس. في الاخر خالص هيظهرني النتيجة بتاعت الاكزام، حل الاكزام بتاعي. تمام، كل اللي انا عايز اقوله في الاخر، الموضوع الكويزز سهل جدا، ما فيهوش اي مشكلة، بالعكس هو نوع من انواع التفاعل الطلبة مع التيتشر بشكل معين لتثبيت المعلومات والتصحيحها. وزي ما انتم شفتوا الموقع محترم جدا، تمام، مش محتاج ان انا كريت اكونت زي ما قلنا. دلوقتي هفتح الموبايل، يعني احنا شرحنا على اللابتوب، هشرح دلوقتي على الموبايل ازاي. طبعا لان اولادنا كلهم معاهم التليفونات او التابات، هي نفس الفكرة. هكون مسطب الابليكيشن بتاع زي ما قلت قبل كده في الفيديو السابق، اني اسطب الابليكيشن ازاي والكلام ده كله، مجرد ان انا افتحه. تمام، وابتدي ان انا اتصفح البرنامج عندي، هلاقي عندي نفس الموضوع اكتيفيتي شات تيم او تيمز. طيب هدخل على جريد 1 مثلا اللي قدامي، هقول له الماس. تمام، هلاقي عندي البوستس اللي موجوده. تمام، هدخل على فايلز،
هلاقي عندي البوكلت والكلاس وورك، تمام. هدخل ارجع تاني، ادخل مثلا على العربي، هلاقي عندي البوستس اللي موجودة، ادخل على الفايلز هلاقي الحصة، هلاقي مراجعة، هلاقي اجابات. لو دخلنا على اي فصل تاني زي جريد 3 مثلا او جريد 6 عربي، برضو هلاقي عندي التقسيمة بتاعتي اللي هي الفايلز، تمام. كذلك لو لو في ميتنج هيبقى داخل الجروب زي ما وضحت قبل كده. دي النقطة الخاصة بالموبايل، ما فيهاش أي مشكلة خالص. لو هدخل على الإكزام برضو، يعني مثلا ماس الإكزام أهو، يفتح معايا، هيفتح على البراوزر اللي عندي على الموبايل، ولازم يا جماعه يكون فيرجن الاخير او معمول له ابديت. هيكتب، هقول له هكتب اليور نيم، وطبعا زي ما قلت هكتب الرقم بتاع الميل بتاعي الاول، الرقم من غير اتلافاندا، الرقم داش الاسم خلاص، واقول له ستارت، تمام. يعني انا مش عايز افتح الامتحان تاني خلاص، ان انا جربنا وشفنا اللي هو كله عامل ازاي. نفس الفكره برضو من الموبايل، اظن مفيش اسهل من كده ولا يعني اطيب من كده في التعامل يعني بخصوص التكنولوجيا. يعني حاجه سهله خالص، هي ستيبس هنحفظها، ومجرد ما نحفظها هنعلمها كلها لبعض، مفيش اي مشكله. اوكي. في مشكله مع طالب في اكونت معين في اي حاجه، كلموني طبعا على الرقم اللي موجود، وفي منكم اللي جاب الرقم بتاعي من معلومات الاتصال الموجوده في موقع تيم، برنامج تيم. مفيش اي مشكله، انا معاكم على اي حاجه، تمام. الحاجه التانية، الاكونتات بتاعه الاولاد، الطالب اللي معمول له اكونت من اولى ابتدائي هو هيطلع بيه تانية تالتة رابعة لحد ما يتخرج بإذن الله من المدرسة، مش هيتغير الاكونت ده ثابت. فكرة ان الاكونتات كانت بتتعمل كل سنة عن طريق الموبايل ابليكيشن والكلام ده كله، المنهج ده خلاص، المنهج ده في التعامل اتغير تماما. الاكونت بتاع حضرتك ثابت، اللي بيتغير الباسورد في حالة لو حضرتك نسيته او في حالة ان في مشكلة اوريدي. كل فترة من فترة لفترة هي الاكونت نفسه هيطلب من حضرتك ان انت تعمل تشينج الباسورد. دي بوليسي مطبقة على كل الأكونتات اللي بتتعمل في أوفيس 365، يعني مش عندنا بس، تمام. فده أوبشن عشان بيأمن بس أكونت الطالب أو أكونت التيتشر. في النهاية أتمنى للجميع التوفيق. بشكر إدارة مدرسة لافندا إن هي قدرت توفر التولز اللي فعلا مكنتنا إن احنا نقدر إن احنا نقدم جودة تعليم محترم بالشكل ده، وإن احنا ما نقفش في تحت أي ظرف من الظروف. شكرا، وأراكم في درس أو لسن لاحق بعد كده. شكرا.